كل سنة نلطم باليدين مأجورين نجدد الماتم. كل سنة نلطم باليدين نجدد الماتم نجدد الماتم جدد لا ما يصوح تبقى في القبور بنت النبي المصطفى بيام عاشور. لا ما يصح تبقى في القبور بنت النبي المصطفى بيام عاشور. رواية نعتقد بالماتم تدور وتلطم مثل كل مستمع تلطم بلي صدور. لا ما يصح تبقى في القبور بنت النبي المصطفى بيام عاشور. بالماتم تدور تلطم مثل كل مستمع تلطم بلي صدور مع الصبر الراس وتحشمي الناس مع الصبر الراس وتحشمي الناس وتقول يا شيعي مدد لا تبخلي اليوم وخيمة حزينها لحسين بينها وخيمة حزينها لحسين بينها وتصيح ما مثل أحد في الدنيا ما ظلوم وتصيح ما مثل أحد في الدنيا ما ظلوم مع الصبر وتحشمي النار وتقول يا شيعي مدد لا تبخلي اليوم خيمة حزينها لحسين بينها وتصيح ما مثل أحد في الدنيا ما ظلوم وتصيح ما مثل أحد في الدنيا ما ظلوم تبكي بحزن
علم طحين صدر من الخير علي مضى وامرض ضضى أضلع يا تبكي بحزين علمي انطحين صدر من الخير علي مضى وامرض أضلع يا والدم من الأضالع لوهي من المدامع تبكي هك العام وعلى الظنى وجاحة لو أن من ضليحة تسمح أيام والدم من الأضالق لوهي من المدامع تبكي هك العام وعلى الظنى وجاحة لو أن من ضليحة نسمحها أيام نسمحها أيام يا حسين نسمحها أيام يا زهر لا ما يصح لا ما يصح تبقى في بنت النبي المصطفى بيام عاشور مو بس رواياني تقي بالماتم تدور وتلطم مثل كل مستمع تلطم بالصدور تلطم مثل كل مستمع تلطم بالصدور لا ما يصوح لا ما يصوح تبقى في القبور بنت النبي المصطفى بيام عاشور مو بس رواية نعطي بالماتم تدور تلطم مثل كل مستمع تلطم بالصدور مع الصبر وتحشم النار وتقول يا شيعي مدى لا تبخلي اليوم خيمة حزينها لمن لحسين بنها وتصيح ما مثل أحد في الدنيا مظلوم تبكي بحزن علم طحين صدر من الخيل علي مضى وامرض ضضى أضلاع يا ويل تبكي بحزن وعلم طحين صدر من الخير علي مضى وامرض ضضى أضلع يا ويل والدم من الأضالع لوهي من المدامع تبكي هك العام وعلى الظنى وجاحة لو أن من ضليحة نسمعها أيام نسمعها أيام
واسمعها حجها إلى حسين كل عام مبروك وسعي المخيم للزهرة مشكور حجها إلى حسين كل عام مبروك وسعي المخيم للزهرة مشكور ومثل الملايك تلطم في الصدور كل من ينادي مأجور 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 وكل من ينادي مأجور مأجور مدموعها كان زمزم وملازم المخيم مدمعها كان زمزم وملازم المخيم وتوجه العين وتوجه العين مرة إلى الشريعة ومرة إلى رضيعة ومرة إلى حسين ومرة إلى مدموعها كان زمزم وملازم المخيم وتوجه العين مرة إلى الشريعة ومرة إلى رضيعة ومرة إلى حسين ومرة إلى حسين الجاسم وشباب من منحرة خضابة عالأكبر ومصابة دب حلقان مجزر الهواشم سيل المصيبة عارم يا سعد الله فاطم في أول تال يا سعد الله فاطم في أول تال عالجاسم والشباب من منحرة خضابة على أكبر مصابة دبح الآل مجزر الهواشم سيل المصيبة عارم يا سعد الله فاطم في أول تال يا سعد الله فاطم في أول ما ينوصف وجدها تتعنى حق ولدها ما ينوصف وجدها تتعنى حق ولدها في يوم عاشور ساترة بالعباية ما تنتهي الرزايا وفاده مكسور وفاده مكسور وفاده مكسور عاشت ليالي صعبة وطويلة كلها رزايا مرة وثقيلة الجبال كلها لا ما تشيله الجبال كلها لا ما تشيله يا سعد الله قلب البتولة يا سعد الله قلب البتولة عشت ليالي صعبة وطويلة كلها رزايا مرة وثقيلة الجبال كلها لا ما تشيله يا سعد الله وياي قلب البتولة مجور يا سعد الله قلب البتولة بس تهمل
العبرة بالآه وبالحسرة مأجورة يا زهرة بمصاب الحسين من أول وتالي تبكي على الوالي يبقى الولد غالي تهمل له العين يبقى الولد غالي تهمل له العين بس تهملي العبرة بالآه بالحسرة مأجورة يا زهرة بمصاب الحسين من أول وتالي تبكي على الوالي يبقى الولد غالي تهمل له العين تهمل له العين ما دامي حتبكيها صابر من القلب اظنها ومن العين في محياها نسمعها والبين تنادي اويلي على حسين تنادي اويلي على حسين ما دامي حتبكيها صوبان من القلب اظنها ومن العين في محياها نسمعها والبين تنادي اويلي على حسين بعد تنادي اويلي على حسين بس تهمل العبرة بالآه بالحسرة بس تهمل العبرة بالآه بالحسرة مأجورة يا زهرة بمصاب الحسين مأجورة يا زهرة بمصاب الحسين